الراهن على الانتخابات لها بعد سياسي أكثر من أي مرة مضت. نجاح الانتخابات تعني بداية نهاية الانقسام قانونياً وسياسياً أمام العالم كله. لجنة الانتخابات أعلنت أكثر من مرة راحين يعطوا خصوصية للمقدسيين، حتى يجب إنه قضية المشاركة قضية سياسية مقاومة، شكل من أشكال المقاومة الشعبية. بدي أنتخب غصب عنك، هذا حقي. عندما قررنا إجراء الانتخابات من أجل أن نجريها، ليس من أجل أن نتخذ قرار ويبقى حبرا على ورق. ستكون يعني عملية الانتخابات جزء من المقاومة لما قامت به إسرائيل حولها، وما قام به ترامب بدعم إسرائيل من أجل شطب القدس من المعادلة. لا يمكن أن تقوم حركة تحرر في إجراء انتخابات تحت الاحتلال. تكرار الانتخابات تحت الاحتلال خارج هذه الاتفاقات تعني الاعتراف بشرعية الاحتلال وتكريسه.